صباح الخير البنات، اليوم بغينا نديرو البانكيك. هي ضروري ما لقيتش بصراحه باش نفطروا الخبز مساله، وني ترجيت شها البانكيك قلت نديرو. درت هنايا جوج ديال العصيمة، ديوش على صوتي بحرام قداش نهضر. هنايا غادي نديرو جوج ديال البيضات، وغادي نديرو نص كاس ديال الزيت، وغادي نديرو تقريبا شي ربعة خمسة المعالق نص كاس. نص كاس ديال سميد، غادي نحتاجو هنايا نضربو بعدا هادشي. انا رشو ديك المرة درتو غا بالماء وصراحة جاني واعر. اليوم غادي نديرو بالحليب، كاين الحليب دابا غادي نزيد هاد الخمارة، بغيتي ديرو فانيليا، أنا نحك شوية الحامض. غادي نزيد الطحين، ضروري تكون شويه مخفيفه ما ثقيله بحال الكيك. ها هو البانكيك البنات، غتسمعوا الصفاره ديال الكوكوت، درت الباربه كتطلق. اليوم جايين الضياف، كيجيو فنين صراحه. دابا نفطروا وانتم معنا، دوزوا معنا نهارنا. باقي ما كملتش ولكن غنحبس بعدا نفطر انا وسعيد وبلاتي، ونوض نكمل باش ينوض معتني تلقى تواطي بصيف. البنات غادي نشارك معكم المروزيه على الطريقه طريقه سناء على الطريقه الفاسيه التريسيه. ايوا صافي، هادشي اللي نقول لكم. دابا غادي الحيمه، هنا عندنا الحيمات كل واحد والقياس ديالو. هنا عندي معلقه كبيره ديال القزبر، وعندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه. هنايا غادي نديرو المروزية. المروزية هي كما كنقولو الروح ديال العطرية، كل حاجة منها شوية شوية، قعقلة بسيبيسة تيكونو يعني كتقولو لهم عطيونا العطرية ديال المروزية. هي هادي، هي ما تقومش منها، كتكون مجهدة. هنا غادي نحتاجو معلقة تقريبا، نديرو جوج معالق علاش لا، هي شويه مجهده.
تصحاب الطونسيون باسكو تروج من النبض، حيت كتكون فيها تاع راس الحانوت كل، حيت هي الراس ديال راس بحال راس الحانوت مجهده العطريه. انا المهم كتاخذوها من عند العطار وكطحنوها عنده. هنايا غادي نديرو الضامه ديال الزعفران. المهم هنا بغيتو ديرو الضامه ما ديروهاش. هنا غادي ندير جوج ديال الطماط غادي ندير الزيت البلديه 4 كاس ديال الزيت البلديه ما عندكمش الزيت البلديه ديروا الزيت الروميه. هنايا غادي ندير قطيره من الروميه غير باش تجمع ليا ديك الاقامه. غادي ندير هنا البزار ملعقه صغيره. غادي نديرو هنايا سكينجبير معلقه كبيره. انا شفت المعلقه هنا وانا جبت معلقه خاصة. وغادي نديرو الثومه المطبوقه البطاطا تفعوني صغيره. وغادي نزيد واحد شويه الماء صافي. هنايا من بعد ما شرملت الحيمه غادي نخليها واحد شويه ما نطيبهاش دابا، نخليها واحد شويه تشرمل واحد نص ساعه وعاد نديرها في الكوكوت ونديرها طيب. دابا غادي ندير الزيت وغادي نبدا نحط، ما نديرش البصله دابا بحال غادي تقلى في هذا الزيت. هذيك العطريه اللي بقات غادي نزيد لها شويه الماء صافي. غادي نخليه يتحلى حلى مزيان ونغطيو عليه ومن بعد عاد نزيدو البصله، ولكن نقصو على نار الهيله باش تكون البوطه مجهده. البنات من بعد ما تقلى مزيان راه ما زدت ليه لا ما والو حتى تقلى، دابا ملي غيتقلى قلبته وعاوتاني وخليته ونقص عليه البوطه هكا دغيا كيطيب اللحم غير ما ديروا ليه لا قوه المايات لا والو. هنايا غادي نزيد البصله، انا درت تقريبا شي 3 بصلات كبار. غادي ندير هاد البصله تقلى معاه شويه واحد نص ساعه ما نزيدش الماء واحد نص ساعه، وعاد نزيد واحد 4 بصلات اخرين تقريبا كيلو ديال البصله. المهم نتوما عينكم ميزانكم، الا كنتو غير قلال راه غادي ديروا غير شويه البصله صافي. هاد البصله هادي هي اللي طلق لينا الماء، غير البوطا تكون ما مجهداش. شوفوا كي جات المرقه هاكا خصها تجي عاقده. دابا غادي نغطي عليها بطبيعه الحال. هنايا ها البرقوق درتو جوج
بيبي تسلق. انا ما كنديرش المرقه، كندير غير الماء حتى كيتسلق، ومن بعد عاد كنزيد ليه القرفه والسكر، اما قالب دوك المقارط اما سنيده. دابا انا غنزيد ليه غير سنيده، ولكن ماشي دابا كيطيب. المهم انتم غادي تشوفوا كيفاش غادي كيجي. صراحه كيجي زوين، كاين اللي كيدير مع قطيره الزيت باش كيجي داك البقوق كيلمع. ما بغيتوش ديروه ما ديروش. هنايا السلطه غسلت الخيار، درت هنايا الفكوس، عاد ندير الخيار، درت هنا مطيشه وغادي ندير الخيار. هنايا عمرت بريد اتاي، هنايا شوفوا تبارك الله مايونيز جاني ثقيل، درت فيه غير بيضه ونص كاس ديال الزيت والملحه ومعلقه كبيره ديال الخل، خدمته مزيان. ها هو تبارك الله جاني ثقيل صافي. هنايا درت البطاطا المسلوقه ودرتها في الثلاجه مع العصير الفريكو عندي عامر. هنايا خيزو، هنايا الخيار، وهنايا هذاك الروز والذره وشويه ديال الخيزو عاوتاني، ورميت شويه البطاطا. غادي ندير شويه البزار صافي، بغيت نوجد كل شيء صافي باش يجي ويلقى كل شيء واجد. اصلا دابا الوحده ديال النهار، حتى خويا بغى يمشي بحالاته للدار، خد غادي مرات خويا ايوا قلت لكم بغى يمشي حيت عندهم الخدمه صافي، خصهم يمشيو بحالاته. قلت لهم اجيو اليوم باش نحيلهم، زعما باش ما نعرض عليهم، فهمت؟ ولا مشاو بحالاتهم ما غاديش نلقى كيفاش ندير، غيصدقوا يمشيو ما غاديش يعاودوا يرجعوا صافي. قلت من الاحسن هاي غادي نزيد الرز، صافي. هنايا عاوتاني غادي نقيم خيزو، انا نقيم بطاطا. صراحه ما كثرتش كل حاجه، درت منها شويه شويه حيت تبارك الله باش ياكلوا ليا داك اللحم صافي. هادشي اللي كاين. كي جاكم الغداء؟ واش كرافيه كي جاكم الغداء؟ كي جاكم الغداء؟ يلا ديروا بيديكم هذا. صلان بينا سامع، حنا ما طيبنا ولا ناكلوا صافي. نهضروا غاهضر عبر. سمعتي يا سعيد بابا؟ سمعتي ما كاين حتى انا القبطه ديالها اينوكس، القبطه ديالها اينوكس وكتبدل. هي في العشية البنات، طلعنا نشوفو ليهم قطيبات لدارنا. غادي نودعكم، غادي نقول لكم السلام عليكم، ما سخيتش بيكم، ونتمنى حتى نتوما تكونوا ما سخيتوش بيا. وما تنساوش لي لايك، عافاكم لايكات، وبسلام عليكم.